عيش لحال مورا يا شايل لك نغا يا ضامي بأيامي على بي حسين ويزي أنا بتلقاني يوم الأربعين حسين شقمات يقولون بالجنون حب لي ألف لو انقس وقت ذاك الافراق ادحله عشق صار بالنفوس ورا دروس نحجي له شغف صار ملايين للحسين نمشي له. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس حامل لواء الحسين. السلام على زينب الحوراء كفيلة أيتام الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على شيعة الحسين وزوار الحسين ومحيي شعائر الحسين. السلام على شعراء الحسين. السلام على متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. حياكم الله ومرحبا بكم وحلقة جديدة من منصة الأربعين. أنا وأنتم وحناجر وأقلام وأصوات تصدح بذكري وذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من كربلاء المقدسة ومن باب عرش الله قبلة الله مرقد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه على شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية. ننتقل إلى لقطات ونعود إلى أولى المشاركات لهذه الأمسية الأربعينية الحسينية. خليكم ويانا. شغف صار ملايين للحسين تمشي له يا الحبك بحق الحميد موت الزمان وتنولي يا الذابح ذباحك بأحبابك حسين. من جديد عظم الله لكم الأجر متابعي قناة الإمام الحسين أينما كنتم، وأولى المشاركات لحلقة اليوم برنامج منصة الأربعين والشاعر حسين عباس. حياك الله يا حسين وكل الهلا بك. أستاذ أحمد فدور ولك الله يسلمك. الله يحفظكم ويسلمكم. الله يوديك الله يخليك. استمع للمشاركة. خدمتك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبو القاسم محمد. وقع الحسين فخرجت زينب عليها السلام طلعنا شلون طلع بين هذا وذاك طلعنا شلون طلع بين هذا وذاك ندور وندور بكل كتر طايح الرماد الخيمة ما طشوا بكثر حسين مو بس جسمه من دم الرمل سابح وهو غير اللي يموت عياله فوق تصيح ليش احنا على كبر الطفد والصايح السهام الطاحت بجسم اكثر من القاع بحيث عبره من القاه ما واضح بهذاك اليوم حتى خياله لاح السيف وصل لقرابه دم بكثر ما ذابح وما فضت بسيف السحق ماخذ دور عمت عين الفرس بيراجع ورايح ما عنده بخت عصبه وعينه وغار الفرس من داسك بيا قصة متصابح ولميت الحرم بس ما التم حسين ولميت الحرم بس ما التم حسين ما ظل بي شوية ونلقى ما رايح النهر مو للشرب لا للعطش صالح النهر مو للشرب لا للعطش صالح يا كون موت الله وعلى ارتاح مو ترفس وفوقاك ذباح من قطع عنهم والسحق بيك ما ظل مكان الدتش الرماح
هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أبو علي، بارك الله بيك، شكرا لحضورك. ننتقل وإياكم إلى لقطات من العتبة الحسينية ونعود إلى مشاركة جديدة على منصة الأربعين، خليكم ويانا. شقمات يقولون بالجنون حب ليله لو انقيس وقت ذاك على فراق ادحيله عشق صار بالنفوس مرة دروس نحشي له شغف صار ملايين. أنا وياكم أحبائي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، والمشاركة الثانية من على منصة الأربعين للشاعر حسين البديري. حياك الله يا حسين. حياك الله أستاذ، والسلام عليكم، ومشاركتي للإمام القاسم عليه السلام. سلام الله عليه. يا يمه خلينا على بابك حنة، زفت من الطفلة حد باب الجنة، وأنا ابن المعذب الخلان وراح، ومن قلب جيت وما اجيت بمنه، انا امه من تطلق جدرها على النار هيك الكرم واصل مراحل عدنا، زلمه وعلمنا تحنحن برد كل سيف وصوت الرقاب الطايح السم عنا، وقف معذب معذب بالطفق بال حسين، وقف بالاستعداد يم كافنا، واركض بخور قبال كل وشله نار الحد ما عطر للخيمه ظلت دنا، أركض بخور قبال كل وشلة نار الحد ما عطر للخيمة ظلت دنة، وهالهولة هالهولة التعب مني يطيح إي، والحنين سوال فيلج منة، والشمعة رباط الوجع بيها الخيط، وشادر ضواها يصير شادر ونة، مو كل من أخضر شار بيها بالموت أنا أول شوارب خضر لا ونة، مو كل من أخضر شار بيها بالموت أنا أول شوارب خضر لا ونة، طايح طايح وحشمت الحوافر فوقاي علا يطيح حسين ويدوسن، طايح وحشمت الحوافر فوقاي علا يطيح حسين ويدوسن، وقال وقع جسام بس أنا بخير اليوقع للحسين إش كثر يتهنى، وظل كل شي يفتر بالعكس كل شي يفتر بالعكس حتى الشوف ياخذنا للخيمات ويرجعنا، وثق هي مو شغلة عطش شغلة ذوق، وثق هي مو شغلة عطش شغلة ذوق، تشم زمزم بكل قصة القاعدنا، ومو كل شي ينشال بطشت معناه ماي بالمجلس يشيلون راس الجنة. وسلامتك. جميل. سلامتك. أحسنت يا حسين، في ميزان حسناتك إن شاء الله. ننتقل وإياكم إلى لقطات من أجواء الأربعين ونعود إلى باقي مشاركات هذه الليلة. لاقي نواسيك بمصابك كم خطوة محسوبة إليك، دفتر حبيبي سجلك هل تصبح آهاتك لوعاتك حسين، ويزينب تلقاني يوم الأربعين حسين، عيوني العايش لحا لا زالت كوادر مجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية بلغاتها الخمسة تنتشر في مختلف طرق وأزقة العراق لتنقل مسيرة الأربعين المليونية المباركة. منافذ الحدودية العراقية مفتوحة، الطرق مفتوحة، بيوتات العراقيين، المواكب، الهيئات، المؤسسات المجتمعية، المنظمات، دوائر الحكومية، كل العناوين كلها على قدم وساق تحتزم بحزام الخدمة الحسينية قادمة بخطى الضمير والوجدان إلى كربلاء المقدسة لتحيي شعيرة زيارة الأربعين المليونية. ومن على شاشة قناة الإمام الحسين صوت الشعراء وأقلام الشعراء وحناجرهم الولائية تصدح بالولاء لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أنا وأنتم ومشاركة الشاعر الأستاذ وسام العقيلي. حياك الله أستاذ وسام. حياك الله، حظم الله أجوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وأجوركم إن شاء الله. الله يحفظكم. نستمع للمشاركة أستاذ وسام. الله يسلمك. اليوم الحوراء زينب سلام الله عليها، عليه السلام. هلي بكل شدة للخايف يفزعون، ولا من صرخة الظالم يفزعون، وقع عباسها ورادت يفزعون، أنا أمك راح خالك من نديه، ما فارق العباس أخته وضعنها، حتى بمرد الروس رد بحضنها، مو بعيد أنت علي تسمع صفنتي، المسافة بين جثتك والخيم شمر دمعتي، أعثر بظل وأشوف النار وصل الذيل ثوبي، ومن أغمض على الألم أتخيلك واقف قبالي تقول لي يا أخوي الكفالة رادت جفوفه وخذتها، ومن مشت خجلاني يا زينب صحتها، جفوف من تمشي تريد وياها عين تاخذ جفوف على فاطم تقلها ذن جفوف خادم، جفوفه زعلت ويزنتها وما ترك بالطف ولدها، جفوفه زعلت ويزنتها وما ترك بالطف ولدها، اي زينب اي زينب صوت يندهن بحزن شايل براءة الطفلة ودان الرقية، صوت قومنا على حيل ولمنا مشلاء ونسيت الصار بية، عم ذا ذبلت وردتك قل شابي من أشم، رد لترشيت الخذتها خلافك أشباه الزلم، عم سجادة صلاتك بيد لك مديتها وتانية حد ما ذب العيون السهر، إبداعة عيون عليك أنت عندك كم رقية، كان صدق سويتها وما بيك جية، غيرك كم قمر عدي اش عطلك يا قمر عن بهالمسية، عم عمي بجاه كل من عنده جاه، جفن وجهك يا قمر طيف اشتهاه، الليلة لو ما مر علي تكتن آه، ظلت آخر آه بي خاف ما تلحق علي، اي زينب اي زينب صوت شن طايح وسمعه، وبي واهس أزحف العبد الله ودعه، هناك أحط نحر على نحره، هناك أضوب ليلة شمعه، اي زينب روحي بعين تحب حسين دمعه، ترسم بخد فراشات الطفوف الحاوطن جسم الحسين، تظللن روس اليتامى من الشمس، جفوف للأحرار يا زينب درس، الغيرة من ترتفع راية تطيح بس ما تنتكس، جفوفي بدرب الشمس صارن مناير، من ضواهن يرتوي شفاف الضماير، ولولا دم حسين ما تثبت أسس، وفجر باكر ما ذبح ظلمة أمس، أنا وصيت أمي إذا طاري يمر بيها بدرب خل تنثر بوجهها ابتسامة، أمي بشجرة محمد عاشت بهيئة حمامة، أنا وإخواني نذر لحسين بين أم البنين الصير بين أم النشامة، أنا أخو زينب يا زينب من يمر بيك الظنك بس قولي عباس، وحياتك أركض بلا راس وقلبها الطفوف القصرت وياك يا روح الإمامة، كنت أمسح أثر جدمك هسه يا زينب شقلك، ظل خادم عفت عدك حتى يمسح أثر ظلك، ويوقف بظهرك حماية ويمشي قدام السباية، أنا باقع للكفالة بكل وقت يا أخويا كفلك، إي زينب إي زينب باكر تروحين بيتام تسبية، هناك قدام الصنم بالشام ما يقبل يطيح إلا بخطابك، باكر تسحق يتام الغاضرية، شموس تمشي وياك والسابيها ليل، شيل راسك للنجم وياك عباس الكفيل، وقفتك زينب قضية انكتبت بظل عزكية، وصوتك بقصر انتفاضة يعصف بعرشة لمية،
وترتفع راية كفيلك والزمن ياخذ تحية والزمن ياخذ تحية. والسلام عليكم. أحسنت يا أستاذ وسام، بارك الله فيك، شكرا لحضورك ومشاركتك. الله يسلم. ننتقل وإياكم إلى لقطات ونعود إلى باقي مشاركات هذه الأمسية الأربعينية، خليكم ويانا. حبك بحائل حميد موت الزمان وتنولي يا الذابح ذباحك بأحبابك حسين وي زينب تلقاني يوم الأربعين حسين حسين عيوني العايش لحا مو راية شايل لك لغا رجعنا وياكم من جديد، ومثل ما تشاهدون على شاشة قناة الإمام الحسين والتغطية مستمرة لمسيرة الأربعين المليونية ومشاية، ويبدو أن اللقطات من مدينة البصرة. كل الهلا بمشاية الحسين، والله يحفظ كل زوار الحسين وكل شيعة الحسين في كل بقاع المعمورة. المشاركة الآن للأستاذ الشاعر محمد الحجام، حياك الله يا أستاذ محمد. الله معي أصلك أبو فيصل، وتحيتي لك وشكرا لدعوتك، وشكرا أيضا لقناة الإمام الحسين لتغطيتها هكذا مناسبات. نسأل الله القبول والنجاح إن شاء الله بالتوفيق. الله يبارك. نستمع للمشاركة. الله يحفظك. عندما هدأت وانطفأت نيران المخيم، انزوت سلام الله عليها زينب معاتبة ومخاطبة نفسها تقول بليل طفك كانت الدمعة غريبة بغير والي، بليل طفك كانت الدمعة غريبة بغير والي، وصوت نابل عطش ناشف فطر شفاف الخيم تعب خيالي، قبعت طول بدمعتي بدمعتي وساهرت ليل المناية وقطرت روح بجربتك قطرة قطرة عبرة عبرة، يا عطر ريحة وفد تارس عباية، يا ندب بلل الخاطر والنواية، انطيت عينك للسهم للسهم وبراية الذمة، خاف يعبر للخيم وتموت آي، خاف طفلة يلوحها من السهم غاية، انت تدري شفاف كم طفل العطش فطر ضحكها، وانت تدري براق كم خيمة جمر ماكل سترها، يشهق الدخان ريحة كل خدرها، ليل حزني بغير وجهك، ليل حزني بغير وجهك طول وما بي صبح، ليل حزني بغير وجهك طول وما بي صبح، بين دمعة ودمعة اعثر لي بجرح، بين دمعة ودمعة اعثر لي بجرح، هذا ثر شفك على متون النهر، وين يا الكل القمر، وين يا الكل القمر، باشر عيون الفرات بكل وكاحة بكل وكاحة، تفزز بعين القهر مدري والله شلون ويصبح نهر، ليش ما نشفت لهاته، ليش يشرب كل وفى العباس ويصير بحلاته، ليش ما خلصت حياته ولا عصر جرفينه، جرفينه خوف قبال عينه، قبال عينه ولا طفح من مستحاته، شلون باكر لو مشيت، لو مشيت وانا عفت سنين عمر مقطعات على النهر، يا اللي لقيتك ريحة امي، ريحة امي احتار وياك الوصف، يا ضلع مكسور بيا ويا جرح شابع نزف، شلون اطب شامال امية وهي ما بيها عرف، شلون اطب شامال امية وهي ما بيها عرف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله في ميزان حسناتك. شرف كل هديك. ننتقل واياكم الى لقطات من اجواء الأربعين ونعود لما تبقى بهذه الامسيه، خليكم ويانا. شقمات يقولون بالجنون حب ليله لو انقيس وقت ذاك على فراق هد حيله، عشق صار بالنفوس مره
دروس نحكي له شغف صار ملايين للحسين نمشي له يا الحبك بحق الحميد موت الزمان وتنولي. رجعنا وياكم أحبائنا متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية ومنصة الأربعين وختام المشاركات لهذه الأمسية. سيد كرار وقصير حياك الله سيدنا وكل أهل بيك. الله يحفظك أستاذ أحمد، أشكرك على هذه الدعوة، عظم الله لنا ولكم حضوركم استشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. القصيدة محاكاة ليوم العاشر من محرم لسيدة يوم ولاتي زينب عليها السلام سلام الله عليه. يمعون باشر شد حيلج خطار عرش الله كفيلك. جميل. باشر قبل لا يمعون يمعون باشر شد حيلك خطار عرش الله كفيلك باشر قبل لا توصل حسين خيولهم تسحق دليلك وقصص عداكم تعطش هواي قد ما عطش عبد الله للماي باشر يخلص طف الحسين طفت يا زينب لسه ما جاي. جميل. باشر هضيمه الجر هضيمه نار ونحر وش كم يتيمه الدورين باشر خنصر الضاع لو طفله شردت من شتيمه باشر يرد لك مهره خالي متروس دم وصوته عالي باشر يطيح ويعلى الاسلام يعلى بوقت ما بي موالي باشر الحيرة بين أمرين لحظة فخر وفراق الحسين الله باشر الحيرة بين أمرين لحظة فخر وفراق الحسين باشر الدنيا بعينك الضيج باشر غريبتهم تصيرين كل هذا يقضي ويجبل الليل شي خلصوا اخوانك مكاتيل الله كل هذا يقضي ويجبل الليل شي خلصوا اخوانك مكاتيل لو وحده غيرك ذلت بساع وقضتها بالكاتل تواسيل سلامتك. احسنت يا كرام احسنت ابدعت. شكرا لحضورك ومشاركتك. شكرا للشعراء المشاركين معنا في هذه الامسيه. شكرا لكل الشعراء الذين شاركوا معنا في الأماسي الماضية وشكراً لكل الشعراء اللي شاركوا ويانا بالمواسم السبعة الماضية. لا زالت شاشات قناة الإمام الحسين ومؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية تؤسس إلى هذه النافذة الأدبية الحسينية التي يطل من خلالها أصوات وأقلام وحناجر ولائية تصدح بذكر وذكرى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك شكرا لكم أحبائي متابعي قناة الإمام الحسين أينما كنتم. شكرا لكادر منصة الأربعين على جهدهم وتواصلهم ومتابعتهم. نستودعكم الله على أمل أن نلتقيكم غدا إن شاء الله وشعراء جدد على منصة الأربعين. أترككم مع لقطات وأجواء الأربعين في أمان الله. عيوني العايش شايل لك نغار يا ظلامي بأيامي على بي حسين وي زينب تلقاني يوم الأربعين حسين حسين شقمات يقولون بالجنون حب ليلة لو انفس وقت ذاك الأفراد شقمات يقولون بالجنون حب ليلة لو أن
بس وقت ذاك على فراق لبحيله عشق صار بالنفوس ورا دروس تحجي له شغف صار.